مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا هعمل لكم طبق لذيذ جدا، هعمل لكم طبق شعريه بالليمون المخلل. هنحمر طبعا الشعريه وهنحط الليمون المخلل فيها. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه وهوريكم ازاي نعملها مع بعض. اول حاجه عندي انا كيس شعريه طبعا، زي ما هو لسه هنحمرها. عندنا زبده وزيت زيتون، مرقه او ميه مغليه، ملح، فلفل اسود، قرفه ناعمه وقرفه عود، نص معلقه سكر، ليمون مخلل، وللوش عندنا مكسرات، عندنا شويه صنوبر محمص ولوز وفستق. تعالوا نبتدي الاول ان احنا نحمر الشعريه، وبما انها بتاخد وقت انا كنت محمره شويه قبل كده، بس هوريكم ازاي الاول نحمرها. هحط الزبده، يعني معلقه زبده كبيره كده، هحط معاها نقطة زيت صغيرة عشان الزبدة ما تتحرقش. وهحط على طول الشعرية عليها. زي ما قلت لكم الشعرية بتاخد يعني شوية وقت، فأنا كنت محمرة شوية من الأول. تعالوا نجيبهم نحطهم مكان دول. الشعرية المتحمرة خلاص كلها اتحمرت. وهنزل عليها معلقة قرفة صغيرة، وأعود كده قرفة. هحط دلوقتي شوية من الليمون المخلل والباقي هحطه على الوش. طبعا الليمون المخلل هيدي طعم ومزازه حلو قوي للشعريه دي، وده هيخليني مش هحط خالص ملح. هحط فلفل اسود، انا حطيت خلاص فلفل اسود فعلا، بس مش هحط ملح لان الليمون المخلل هيملحها طبعا. هحط المرقه، هسيبها تغلي غلوه برده، ممكن ازود شويه فلفل اسود بس كمان. طيب انا هوطي النار زي ما قلت لكم، هغطيها اسيبها تكمل سوا، وعلى ما الشعريه تخلص هنطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض صينيه البطاطس. فخليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل. خلاص الشعريه قدامها تقريبا 5 دقائق وتكون خلصت. تعالوا بقى نعمل مع بعض صينيه البطاطس اللي بالفراخ. نشوف مقاديرنا ايه الاول، نبتدي فيها على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي 4 اوراق فراخ، عندي بصل مفروم، ملح، فلفل، مستورده، بطاطس شرايح، بصل شرايح، فلفل اخضر حراق، زبده وزيت زيتون، قرفه عواد وجوزه الطيب، ورق لورا، ومعلقه صويا صوص. صينيه الفراخ دي لذيذه وخفيفه، وفي نفس الوقت كل المكونات بتاعتها بتقلب فوق بعضها، فما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت نفس يعني نفس التتبيله، نفس الوقت السوى، كل حاجه هتاخد الفرن تقريبا نص ساعه، مغطينا فويل وبعدين هنشيل الفويل، تاخد تقريبا كمان بعديها ربع ساعه لتلت ساعه من غير فويل. فتعالوا نحط الفراخ ونحط البطاطس وننزل عليها التتبيله كلها. هحط البطاطس بتاعتي، وهحط عليها الفراخ، وهنزل بقى البصل المفروم. كل ده طبعا انا لازم ادعكه كويس قوي في الفراخ وفي البطاطس علشان ياخد من طعم كل التتبيله وكل الحاجات اللي احنا هنحطها. مستردة، فلفل اخضر حراق، كل التوابل، كل حاجه. الصويا صوص طبعا اللي هنحطه في الاخر ده هيدي لون حلو قوي قوي للطبق. هحط كمان معلقه زبده، معلقه صويا صوص، والبصل في الحلقات. وتعالوا بقى ندعك كل ده في بعضه كويس قوي 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 وندخله الفرن.
زي ما قلت لكم الفكره في الطبق ده ان لازم الخليط ده كله يتخلط كويس قوي 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 في قلب البطاطس والفراخ عشان يديها الطعم اللي احنا عايزينه. هقلب التتبيله دي جامد قوي قوي في كل البطاطس وفي كل الفراخ. خليني اجيب فويل زي ما قلت لكم انا هغطيها نص ساعه تقريبا. زي ما قلت لكم هتاخد تقريبا نص ساعه متغطيه وبعدين هنشيل الفويل من ربع ساعة لثلث ساعة على حسب درجة حرارة الفرن نحمر الوش. ندخل دي الفرن وانا كنت طبعا عاملة واحدة تانية تعالوا اوريها لكم. والشعرية كمان خلصت تعالوا نغرفها مع بعض. ساوت طبعا ريحتها خطيرة ريحة الليمون المخلل والقرفة تحمير الشعرية نفسه. وعايزه احط على وشه طبعا بقيه الليمون المخلل اللي هو اصلا مدي كل الريحه الحلوه جدا للشعريه بجد. وهحط كمان صنوبر المحمص والفستق. طبعا نقدر نستعمل اي انواع مكسرات مش شرط خالص دي اللي كانت موجوده عندي بس كل ما نلون في الطبق هيبقى شكله احلى كتير في التقديم طبعا. واخر حاجه احطها اللوز المحمص وكده الطبق بتاعنا هيكون جاهز. عملت لكم النهارده طاجن او صينيه البطاطس اللي بالفراخ في الفرن وعملنا الشعريه المحمره بالمكسرات. طبعا عايزاكم والليمون المخلل طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيها ايه واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.